رياض الأطفال تلعب دورا هاما في حياة الناشئة، إذ تلجأ الأسرة إلى جلب طفلها للحضانة حتى تتمكن الأم من ممارسة عملها. وككل عودة مدرسية يجب توفير الجانب النفسي للطفل لتسهيل عملية الاندماج وسط المجموعة. الصغير في أسرته طلباته مجابة، اللي يطلب يلقى، متعود في أقصى الأحوال وقت اللي أبوه يتغشى عليهش مش يعمل، وقت اللي أمه متغشى عليهش مش تعمل، بينما هو مش يتوجد في فضاء آخر بعيد عن الفضاء الأسري، مش يلقى فيه عدة أشخاص، يلقى فيه الإطار الكبير اللي معناتها أشخاص كبار اللي يتمثل في الإطار العمالي، في الإطار التربوي، في الإطار الإداري، ومش يلقى أطفال في سنه هو، ويجم يكون هو عايش وحده في الدار، كل شيء يلقاه وليله، مش يجي لهنا يلقى كل شيء مشترك مع المجموعة. مش تلقاه صعوبات أكيد، وخاصة طغاة التربية الحالية الدلال. أنا الصيف كامل حاولت معناتها نشاركها في كما نقولوا كلوب ولا حاجة، باش تقعد ديما مندمجة مع الصغار، وما تقلقليش من بعد كيف ترجع للروضة. دونك كيف جينا ندخل للروضه ما تحاولت نفهمها اللي راي باش ترجع للروضه، فما اصدقاء نتاع مني واللي لازم تلقاهم، فما معناتها الجوي سورتو الروضه يبداو الفتره الاولى معناتها نص الشهر الاولاني هذا نتاع سبتمبر يلعبوا اكثر منه قرايه. دونك ابرك تحب الروضه دبلها ما تجي. والله ما لقيتش مشكله مع ولدي، هو ديجا يعني ما دبي من لاج دانون في الكريش، دونك يعني مسانس بس بالريتم هذاك نتاع يعني هو تجي رونتري دونك يدخل يقرا، ما عندي حتى مشكل. الانسه او المنشطه تلقى المساحه من الوقت باش تستوعب الكاركتير نتاعو، تستوعب الافكار نتاعو، تستوعب لافاسون كيفاش هو اللي كان عايش بها قبل. يعني كل صغير عنده هيستوريك كامل مع عائلته، كيفاش احنا مش يتحول من العائله هذيك الفضاء جديد. دي ولدي كي اقترحت عليه انه باش يمشي للروضه ومش يلقى اصدقاء ومش يلقى اطفال في سنه هو، مش يلقى مع شكون يلعب، شكون مع شكون مش يحكي يعمل يشانج، فهمت؟ هو تفرى وعنده برشا حاجات في الداخل في نفسيته هو، ما يجم يعبر عليهم كان الطفل اللي في سنه هو. يكون الطفل متعلق بحاجة من نوع مثلا دمية، من نوع ملحفة، من نوع مثلا حاجة متعلق بها ما يجمش يفارقها، ننصح أنا كل أم باش تجيبها معاه في البداية. في البداية إذا كانت تكون حالة مستعصية مثلا نقولوا احنا فرجيل ولا كابارتيكولي ما يسالش نسمح باش يكون معاه خوه ولا اخته، لكن لحد صبحيه ولا لحد ساعه معينه الام كيف كيف تجب تقعد معاه ساعه من زمان في سوده ما كان يكون حاله مستعصيه. في الماضي كانت الجدة تقوم بتربية الطفل والاعتناء به حتى يصل سن الدراسة، واليوم أصبحت رياض الأطفال هي ملاذ الأمهات والآباء لتربية الأبناء، بين مؤيد لدور العائلة في التنشئة الأولى وبين رافض لذلك. اختلفت الآراء والحقيقة واحدة، أطفال خارج الفضاء الأسري. أنا جوفوا لا ديفيرونس بين طفل متربي في الروضة، يعني سان غينا فواغ مع طفل كيك سوا في يعني باش يكون ناشط، باش يكون يعني في الريفليكسيون نتاعو، ما عندوش اليوم الريفليكسيون نتاع طفل في الدار. ديما معز الولد ولا ولد الولد، حتى كي تربى عند الجدة فما عادات وتقاليد تعلمها من الجدة، كيما الأكلة، الأكلة الصحية، شكون توا مازال ياكل من صغار توا الزميت وياكل الصحلب وياكل الأكلة التقليدية، كي تربى عند الجدة توكلهم له. الكونفور هذا ما قواش قبل ما القواش في عند الجدة، توا تفكر اورديناتور ولعب وكل شيء في الليكس، قبل حاجة أخرى حاجة معناتها الحومة ديجا ما عادش حومة، حتى كي مش يقعد في الدار في دار جدته ولا حاجة ما عادش فما كلي وين تخيل. توا بالنسبة لتوا الكاردولي كي تبدا سمحة أضمن وخير. الروضات راهو تدريس، راهو الناس إطارات قارين في التنشيط، قارين في كيفية المعاملة على المستوى النفسي مع الصغير، يعني ثم دراسة، ماهيش معناتها القبل نتاع جدتي وجدتك هذاك سيدي خذات وقتها وفاء. حديقة رحبة، أرجوحات وألعاب، وجوه مبتسمة مرحبة ومهللة، وبراءة الأطفال تملأ المكان. تلك هي المقومات المادية المميزة لرياض الأطفال التي باتت اليوم من الكثرة والتعدد دون جدوى التوازن النفسي للطفل، خاصة في غياب المعطى الرقابي ورفض الجهات الإدارية المخولة الجواب على أسئلتنا.